النهاردة يا جماعة جمعنا في الفيديو ده أبرز لقطات علي البليهي واستفزازه لكبار لاعبين كرة القدم. يعني علي البليهي شفنا منه لقطات كتير مع رونالدو مع ميسي، الاتنين أساطير كرة القدم، استفزهم. يعني أعتقد إن هو علي البليهي ماشي بنظام معين كده، إن هو بيحاول يستفز اللعبة الكبيرة، وطبعا هو بياخد لقطة عليهم. لما أنت تستفز لاعب زي ده طبعا بتتشهر على اسم اللاعب نفسه، فطبعا يعني اعتقد ان ده اسلوب ذكي من علي البليهي في حته ان هو بيكتسب شهر على اسماء اللعبة الكبار زي رونالدو او ميسي. تعالوا نشوف كده في البدايه، عندنا علي البليهي وليفاندوسكي. زي ما انتم شايفين كده علي البليهي اسلوبه اسلوب مستفز. يعني انا عن نفسي اشوف اللاعب ده، لا الواحد يعني انا لو مكان ليفاندوسكي مثلا رونالدو ولا ميسي، لا معرفش هو اللعيبه دي مستحمله ازاي في الملعب. هنا مع امبابي، امبابي طبعا هو كان هيسلم عليه هو حضنه كده وبتاع، لا بليه بيقلد احتفاله فزقه وخدها على سبيل الهزار، احنا مش استفزاز دي هزار. شوفوا بقى الكوره بتاعت امبارح دي قصاد النصر، كان اوتافيو تقريبا هو اللي زقه، وقع في الارض قعد يتقلب له شويه حلوين كده، الحكم مد انذار لاوتافيو. شوفوا رد فعل رونالدو، رونالدو يا جدعان بيسقف لعلي البليهي. شفتوا وصلنا لدرجه ايه؟ وطبعا هنا علي البليهي معرفش بيقول ايه لرونالدو، والجماهير كانوا برضو بيهتفوا لميسي، وطبعا ساديو ماني بيسقف له كمان، يعني هو استفزاز للاثنين كمان. هنا علي البليهي جنب رونالدو بعد ما سجله، بعد ما الهلال سجل الهدف الثاني. لاعب مستفز يا جدعان والله. والله لاعب مستفز. هنا بقى مع ميسي في كاس العالم، طبعا اللقطه هي دي والصورة المشهورة بتاعت علي البليهي مع ليونيل ميسي اللي هي دي، طبعا دي أشهر صورة كنا شفناها من علي البليهي. بقى يا بليه ده ميسي يا جدعان، مش هو البطاطس ده ماسكه بطريقة غريبة. يعني هو كان في الماتش ده طبعا هو يعني الخطة إن هو ميسي ده في جيبه، وفعلا هو في الماتش ده يعني دليل إن السعودية كسبت 2-1. وطبعا علي البليهي من اكتر اللعيبه المستفزه اللي ممكن تشوفهم في حياتك، يعني ممكن تشوف لعيبه مستفزين كتير، بس لما تشوف علي البليهي ده لا ده اعلى ليفل في مستوى الاستفزاز.